بأيدينا نصنع مستقبلنا، كان هذا هو عنوان ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة بوابة التنمية بمحافظة شبوة لدعم جهود السلطة المحلية الخاصة بتفعيل عمل الشركات النفطية وتنشيط الموارد الاقتصادية في المحافظة. لا يختلف اثنان على أن محافظة شبوة من أهم المحافظات الواعدة في مجال الثروات الطبيعية، وأهمها النفط والغاز، وقد أكدت ذلك الدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية. مساندة جهود السلطة المحلية في تحسين الحياة المجتمعية لإيجاد بيئة آمنة لاستئناف عمل الشركات أهداف يسعى القائمون على الورشة للوصول إليها، حيث أن قد أخذنا على عاتقنا فكرة تنفيذ هذا المشروع الذي يترجم على أرض الواقع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي نأمل تحقيقها خلال 5 سنوات القادمة إن شاء الله. العديد من الملفات الساخنة تناولها المشاركون، منها الممارسات والإجراءات وهيمنة مراكز النفوذ على سياسات تلك الشركات التي فرضتها المركزية المفرضة للحكومات السابق، والتي أحرمت المجتمع المحلي من التنمية والكثير من الخدمات. إحنا مهمتنا ومهمة الشركات مهمة واحدة ومشتركين فيها وعلى هدف واحد، هي تسهيل مهمة الشركات. الجيل الصاعد والحالم بوطن خالي من الأزمات أبى إلا يشارك، فكانت رسالته حاضرة معبرا بطريقته الخاصة في هذه الفعالية. سلاحي في كتابي، فمن لم يجعل العلم سلاحه كما ضامي جرى بعد السرابي، بعلم نافع أرقى المعالي ودوس الجهل في قعر الترابي. ما يؤمن أبناء شبوة على مثل هكذا فعاليات هو ألا تظل مخرجاتها عبرا على ورق أو تظل حبيسة الأدراك. إبراهيم حيدرة، تقنية بلقيس، محافظة شبوة.